بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبو رحمة الله. كثير منا يصاب بآلام موضعية، مغص، صداع، آلام روماتيزمية، ويلجأ إلى المسكنات والأدوية الكيماوية ويضر نفسه ضررا شديدا، ولا ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكى العاص رضي الله عنه، هو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. قال له رسول الله يعني إني أشعر بألم، أو أشكو بألم في جسدي. فقال له: ضع يدك على الذي تألم به من جسدك، ضع يدك على الذي تألم به من جسدك، ثم سمي الله ثلاثة، ثم قل: أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، أو 7 مرات، يعني امسح المكان ده، يذهب عنك الألم. قال: ففعلت ذلك فذهب عني الألم. فكتير منا يجيله صداع، يجي له الام موضعيه. طبعا احنا ننكر الطب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله تعالى من داء الا وانزل الله دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر الطب، الطب ثابت، والانسان لازم، لكن مش في كل حاجه، في اشياء كثيره. يعني صداع، الام روماتيزميه في المفاصل، في الكتف، في الظهر، بغص، جرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ف ما تلتجئش الى الدواء الا لما تكون مضطر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضع يدك على الذي تألم به من جسدك، ثم سمي الله ثلاثا، ثم قل: اللهم اني اعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات، اعوذ بعزة، هتلاقي الالم راح. وده امر مجرب، كتير جدا من الناس جرب ذلك وجده نافعا. ماذا يدرك لو جربت؟ هتوفر على نفسك في حاجات كثيره، انك تلجا للادويه الكيماويه وتضر نفسك، وتكون حققت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هتاخد ثواب من ناحيه، وتوفي نفع، بعدت عن نفسك ضرر وجبت لنفسك نفع. فانا اكتب لكم الحديث ده، ان سكون شؤون الشيخ في طول العظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله.